السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دلوقتي هتكلم عن اليو أي كيد فايل. أنا عارف إن أنا شرحتها قبل كده، لكن أنا هعيد شرحها تاني علشان هشرح إزاي أختار أكتر من فايل. مكتوب هنا في الهلب إن في حاجة اسمها المالتي سيلكت، السيلكت مود. طبعا كل الحاجات دي احنا عدينا عليها قبل كده. اهي مالتي سيلكت، يا الا هي في الحاله الطبيعيه اوف، لكن هو لو هنشغلها يبقى اون. هناخد كل ديت كوبي، تمام. يبقى مالتي سيلكت ايه مكانها؟ اول حاجه الاسماء السيلكشن اللي انا بختارها، زي ما احنا متعارفين الفلتر. بعد كده اسم الفايل، اسم النافذة. بعد كده مالتي سيلكت مود، يعني لو احنا عملناها كده ايه، نشيل النقط السرقة دي. وبعدين نخليها تاني عشان بس نشوف. يبقى اول حاجة الفايل سبيسيفيكيشن، الصيغة بتاعة الفايل. وبعد كده بيك اسم الفايل، اسم الوكيل النافذة. وبعد كده المالتي سيلكت يا اون يا اللي نشيلها، ونعمل رن اسف كنسل، ونعمل انتر. انا مش شايل الكوما، انا شايل الكوما ليه؟ عشان نشوف مثلا اختار اول فايلز. انا بس عايز اختار كام، وليكن هنختار كل الاغاني اهو، بيحيي حق الاختيار. تشوف اوبن الفايل نيم، الباص نيم ثابت، ده اهم حاجة. لكن الفايل نيم 138، ودوت هو اللي انا هتكلم عنه. ازاي في 138 استدعي كل موسيقى، استدعي كل ملف؟ لان هنا في مشكلة. زي ما وعدتكم دوت سيل، اما نتعامل مع السيل يبقى قوس السيل اللي هو زي قوس دوت. تعالوا ناخد الحاجات ديت هنا، كوبي كنترول في، وهنشيل ديت انه نقفلها. 4i equal 1 الى اسم المتغير ايه، فايل نيم. ليه هو الفايل نيم ديت كده صح؟ لا، ليه غلط؟ لان انا ما كتبتش اللينس. هتقولي ايه ده، خلي بالك ده سل. يعامل اي متغير مهما كان نوعه بنفس الاوامر اللينس والماكسيمم، بنفس الاوامر اللينس والسايز. انا بس اهتم باللينس والسايز. الماكسيمم ما اعرفش اجيب ماكسيمم لسيل، لكن هو ما قربتش اجيب ماكسيمم. تعال كده نقرب لو نعرف نجيب ماكسيمم لسيل. فايل نيم ممكن توصل ما اعرفه. يبقى اللينس والسايز دوت من حقوق الفايل نيم. نعمل انتر. عايزين نجيب البيانات نعمل ايه؟ في عندك حل من اتنين، يا الا تعمل تي اوف اي وساوند ريت، وهنخليها بس هنقوم نرفع تلات صور اي ام ريت. بص، اول حاجة العنوان، الفايل نيم احنا بس هنصهره اي انت clear run. شايفين قوس اللي انا حاطه؟ قوس ايه؟ قوس خلايا سيل. اختار اسم الملفات اللي انا عاوزها، all files. اسم الملفات. طب واحد بيسألني ايه اللي يحصل لو انا عملت اي بقوس الطبيعي؟ بجد؟
يبقى ما فيش اي مشاكل لو استخدمنا اي بالقوس الطبيعي، ودي اول مره تسخر، وده كانت حاجه جديده. تعالى نتاكد. تمام، يعني ما فيش مشاكل لو اخترت حاجه بالقوس الطبيعي. طبعا ما ينفعش استخدم القوس دوت، لان احنا ما لناش استخدامات بالقوس دوت. يعني يحق لي ان استخدم القوس دوت. القوس دوت اول حاجه عايز اقولها، اي ملف ما عدا ملفات الصور والفيديوهات. ليه؟ لان ملفات الصور والفيديوهات تكون النواتج كلها مصفوفات وليس متكهات. عموما اي ملف الناتج بتاعه مصفوفه وتكون مصفوفه رقميه يكون الناتج ما بين قوسين، يعني A of I بيساوي كذا. لكن لو كان ملف مصفوفته خلية سيلز استنك مصفوفته استنكات فما ينفعش. سواء انا عايز ايه، عايز حاجة تبع الساوند. مفيد ما تكسنك الداتا تو ساوند. نعمل ساوند، هنعمل ساوند. هنعمل باستيم. للأسف ما عنديش حاجات قصيرة. خلاص ده في القوس الساوند. اول حاجه نعمل نقرب امر اوديو ريد كده كنترول سي، بس الاول نعمل ران. اول حاجه هتطلع غلط طبيعي، فاحنا فعشان نعرف ايه نوع المصفوفه اللي انا بتعامل معاها كنترول سي كنترول في ونشوف الناتج زي ما انا علمتكم قبل كده. دي انا عايز اشوف الناتج، طلعت ان هي مصفوفه مستوجه مش مصفوفه واحده زي ما انا توقعت. بسم الله ما شاء الله. شفتوا الناتج قد كده؟ طبعا نصيحة قلبية، اي حاجة طالما انت هتتعامل مع متعدد متغيرات فيفضل ان تتعامل كأنها سهل. ليه؟ لان انت ايه اللي طمنك ان الصورة اللي انت اخترتها في نفس الحجم
او ان طب ما فيفضل انت تعمل معسل على الاقل تضمن كل تحل كل المشاكل. يعني انت اليوزر مش هيستخدم نفس الصور في نفس الحجم، ممكن يختار صور مختلفه، ممكن يختار صور واخاني، فعلى الاقل تضمن. بصوا فطبعا هياخد من وقت طويل، وقت محترم مش وقت طويل شوية. ليه؟ علشان اعمل حاجات كتير قوي، لكن الفكرة وصلت لكم. طالما انت تتعامل مع اكتر فريح مخك، اتعامل في السيل. ليه؟ لان كلها اساسا سيلز. طوت النصيحة اللي انا مؤمن بيها. واو كاسنك. تمام شكرا يا شباب. فعلا كاسنك. احنا في العدد رقم 8. وبص تعال نشوف الثمانية دول تنصمهم من باب الاطلاع على الاكثر الاقل. مية واحد وعشرين الف مية، فهو دوت السبب. اول واحدة مية واحد وعشرين رقم محترم، الثانية رقم أكثر احتراما، التالتة رقم مختلف تماما، الرابع مفيش أرقام متشابهة. فيفضل أن تتعامل مع السيلز، لأن السيل هي دي الحاجة الوحيدة التي تسمح لليوزر، تسمح للمبرمج يدخل قيم غير متشابهة. شكرا لكم.